السلام قبل الكلام أصدقائي. صديقي إذا حابب تبدأ بتداول الفوركس أو أنت متداول قديم وتعبت من الخسارة، صديقي بدعوك لتنضم لمجموعتنا. مجموعتنا ضخمة وبتضم صفقات ناجحة. إذا حابب تضاعف رأس مالك وتحصل على الحرية المالية، منقدم لك نحن صديقي توصياتنا المجانية وبالإضافة لكورسات تعليمية. ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا بمنصة أكسينز وتسجل على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أرباح أكثر من 500% بالشهر. صديقي نحن بنشتغل على منصة أكسينز، واجهة سهلة تداول ومنقدم لك خدماتنا الكاملة بهاي المنصة. صديقي لا تنسى تعمل اشتراك قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وتراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. شمعات خضراء تجذب المستثمرين، تصريحات ضخمة لسوق الكريبتو، هل ممكن نستمر بالصعود؟ هل بدأ البول ماركت؟ صديقي حط الصلاة على الرسول، خلونا نبدأ بالفيديو. أعلنت مؤسسة ميكرو استراتيجي على عدم وجود أصول تنافس البيتكوين. هيك تصريحات من هيك شركة بتدعم قوة البيتكوين بالأسواق المالية، وهذا الأمر ظاهر على الشرط قوة إيجابية وتماسك بمناطق الـ 34. مؤشر الـ RSI بارتفاع. البيتكوين حاليا بمناطق ممكن ناخذ وقت تكسرة ما بين 33 ألف إلى 38 ألف، مناطق بيعية ممكن أنت تخرج أرباحك كمستثمر من مناطق 38 ألف إلى 40 ألف. وطبعا إذا ما شفنا تصحيح للبيتكوين، صديقي دائما الانفجار السعري لازم يرافقه التصحيح. صديقي لا تنسى بعد يومين عنا اجتماع الفيدرالي، أكيد صديقي السوق راح يرافقه تذبذب. لكن صديقي أنا أنظر للبيتكوين نظرة إيجابية، لازم صديقي تحذر من أعلى هاي القناة الصاعدة مناطق 36 ألف. نسبة صعود بالبيتكوين وتستمر بالارتفاع نسبة عالية، لكن يا أصدقائي البيتكوين إلى الآن ما عمل أي تصحيح. المفروض نعمل تداول جانبي بهاي المناطق حتى نقدر نستكمل هذا الصعود ونكسر هاي القناة الصاعدة. بالنسبة أصدقائي لموضوع الدومينوس، شفنا تحرك بالعملات البديلة بعد انخفاض الدومينوس، وإذا شفنا تصحيح بالبيتكوين محتمل نشوف ارتفاع بالعملات البديلة. شباب حتى إذا شفنا تداول جانبي على فريم اليوم محتمل أيضا نشوف ارتفاع بالعملات البديلة. ما زال أمامنا عملات بالقيعان، طبعا باستثناء عملة الريبل السولانا، في كتير من العملات عملوا قفزة كبيرة مع انخفاض استحواذ البيتكوين. صديقي إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الاستثمارية والناجحة والمرابحة أكثر من 500%، ما عليك صديقي إلا تعمل اشتراك بقناة التليجرام وقناة اليوتيوب لحتى أقدر أوافيك بالأخبار أول بأول.